مساء الفل عليكم. خبر جميل النهارده، إدارة الهجرة الكندية قررت اعتماد امتحان البي تي اي كامتحان معتمد من قبلها للقبول في الهجرة إلى كندا. إيه فايدة ده؟ فايدة ده إن امتحان البي تي اي بالنسبة للناس أسهل كتير جدا من الأيلتس، التكنيكس بتاعته مختلفة عن الأيلتس والسيلبب، فأصبح عندنا دلوقتي 3 امتحانات معتمدة، سيلبب وأيلتس وامتحان البي تي اي. امتحان البي تي اي بيتعمل في مصر، معمول في معظم الدول العربية، ده بيستخدم للهجرة لأستراليا والهجرة لكندا. في كذا ميزة، يعني ان انت دلوقتي تقدر ان انت تستخدم نفس الامتحان لو انت شايف ان هو ممكن ينفعك في استراليا او في كندا، وطبعا في نيوزيلندا كمان، فكده اصبحت انت بتضرب كذا عصفور بحجر. وتاني حاجة ان هو امتحان سهل، فانت ممكن تتدرب وتحاول ان انت تجيب السكور اللي انت ما انتش عارف تجيبه عن طريق التكنيكس. طبعا مهارات اللغة مفيش خلاف ان هي لازم تبقى كويسة، لكن أهم حاجة التكنيكس بتاعت الامتحان مختلفة، وده بالتالي بيسهل على ناس كتير جدا. بالتوفيق أصدقائي، وأنا حبيت أشارك معاكم الخبر ده. الخبر تم إعلانه أمس 1 فبراير 2023، ويقال لسه ما أعلنوش الميعاد، يقال إن هو خلاص يعني late 2023، يعني آخر السنة دي إن شاء الله هيتم اعتماده رسميا. بالتوفيق.